تلك نقطة هامة. نحن هنا في سوريا دولة قانون، مثلنا مثل غيرنا، قد نقل قليلا قد نكثر كثيرا عن غيرنا، لكن بشكل أو بآخر نحن أيضا دولة قانون، ونحن نحترم القانون قدر ما نستطيع، قدر ما تطبقه دول كثيرة في مثل أوضاعنا. ولا أحب أن أقول مثلا أن بين يدي مقالة في لوموند عن أن كلمة محمد وكلمة علي في بلجيكا إذا وصلهما تحويل نقدي فمباشرة المصرف يعتذر عن نحن صرف هذا التحويل. نتحدث عن نتحدث عن سوريا وليس عن بلجيكا دكتور جورج. سوريا لكن عموما يعني إيه؟ أنا لم يسألني أحد رأيي في بلجيكا. نحن لأننا لا نتحدث عن بلجيكا. لأننا نتحدث عن بلجيكا. شكرا. فلتقل للبي بي سي الإنجليزية أن تسألني عن بلجيكا.